قبل عدة أيام دوى خبر مروع من الهند عن رجل قام بحفظ جثة والدته في الثلاجة لمدة 3 سنوات، فلماذا سولت له نفسه أن يقوم بهذا الفعل الشنيع؟ وما الغرض الذي دفعه لارتكاب هذه الجناية بحق أقرب الناس إليه؟ صبيحة السبت 7 أبريل، ألقت الشرطة الهندية القبض على رجل يدعى سبهابارتا ماجومدارا بعدما داهمت منزله وعثرت في أحد غرفه على ثلاجة كبيرة الحجم كانت بمثابة تابوت لحفظ جثة والدته. وقالت الشرطة في كولتاكا أن المشتبه به قام بتحنيط جسد والدته وحفظها بالمواد الكيميائية التي كان يسهل الحصول عليها بحكم أنه كان يعمل بمجال الجلود. والمثير للعجب أن هدف المتهم من الاحتفاظ بجثة والدته كان نفعيا جدا، حيث فعل ذلك من أجل أن يتمكن من الحصول على معاشها عقب الوفاة. وقد وجدت الشرطة أنه داوم على سحب معاش أمه بشكل منتظم منذ وفاتها في أبريل 2015. والأدهى أنه حسب معتقد الرجل فقد كان يظن أيضا أن أمه قد تعود للحياة من جديد، إذ تم الحفاظ على جسدها بشكل جيد، الأمر الذي حسب معتقده سيجعل الروح الهائمة تحن إلى جسدها غير التالف. ولذلك فإن الشرطة الهندية عثرت أثناء تفتيشها الروتيني في المنزل على العديد من الكتب حول حفظ الجثث عقب الوفاة، بالإضافة إلى كتب عن عودة الحياة والتناسخ وما إلى ذلك. والجدير بالذكر أن مسؤولو الشرطة داهموا المنزل عقب مكالمة من مجهول ربما اكتشف أمره، وليس هناك أي معلومات عن هذا المجهول الذي لولاه لظل المتهم يحصل على معاش والدته لسنوات طويلة. من المثير للتفكير أن هذا الرجل لم يوبخ نفسه وضميره على ما جناه في حق والدته حتى بعدما أمسكت الشرطة به، بل كيف نام قرير العين وهو يدرك أن جثة والدته المحنطة في الثلاجة توجد في منزله؟ فربما يمكن أن يكون الرجل مصابا بحالة متقدمة من الذهان والاضطراب النفسي.